تكتسب مهمة التعليم أبعاد معقدة جدا، خاصة من حيث المهارات، لأن المعلم بيحتاج إلى تطوير دائم ومستمر لمهاراته وأدواته التعليمية حتى يحقق الهدف المرجو من مهمته. طبعا يلعب علم النفس التربوي دورا محوريا في إثراء تجربة المعلم وتوسيع آفاقه من خلال تقديم اختبارات القياس النفسي والتحصيل طبعا بأسلوب يراعي الفروقات الطلابية في المراحل التعليمية المختلفة. طبعا أبرز ما بشدد عليه علم النفس التربوي هو استبعاد النظريات المستندة على الانطباعات الشخصية أو الملاحظات غير الموضوعية، بالإضافة إلى توجيه الكادر التعليمي إلى تحديد مواطن القوة والضعف بآلية العملية التعليمية. طبعا للحديث أكثر عن علم النفس التربوي من استراتيجياته إلى مخرجاته مرورا بأدواته، يسرنا أن نستقبل في الاستديو الدكتورة راما كنج، باحثة وأخصائية علم نفس تربوي للأطفال. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير دكتورة. خلينا من البداية هيك نفسر شو هو علم النفس التربوي. علم النفس التربوي هو مجال من ضمن علم النفس اللي بيركز على التفاعل بين الطالب والبيئة التعليمية تبع الطالب. بالدراسات والأبحاث اللي منقوم فيها منركز على عوامل بتكون أوقات فردية اللي علاقة بالطالب، مثل عوامل نفسية ذهنية، منطلع على قدرات الذكاء، الذاكرة، التركيز، اللغة والقدرات الحسية الحركية، وكمان منطلع على العوامل يلي بتكون خارج الطالب يلي هي عوامل بيئية أو من محيطه. هون منركز أكثر على شو هي تجارب معقول تكون موجودة بمحيط الطالب يلي بتحفز حسيس ومهارات الطالب، ومن خلالها بنقدر نساعد الطلاب على أنه يتعلموا مفاهيم بطرق غير تقليدية. مؤخرا أنا زرت سي وورلد أبو ظبي ياس آيلند يلي هي مدينة ترفيهية للأحياء البحرية، وبالنسبة لإلي هي نموذج لكيف الطلاب بيقدروا يتعلموا مفاهيم بسيطة إلى علاقة بالبحر وإلى علاقة بالحيوانات البحرية، ولكن من خلال أساليب غير تقليدية. عادة لما منكون عم نعلم فصل بيولوجي مثلا بالصف منتكل أكثر على المحاضرة، منتكل على القراءة، ولكن إذا منتخيل أنه كل مفهوم عم نعلمه بالصف منقدر من بعده نخلي الطلاب أنه يختبروا شو بيعني هيدا المفهوم بالحياة الحقيقية. هيدا الشيء كتير بيساعد على أنه نرسخ هيدا المفاهيم والمعلومات بذاكرة الولد. وانتو بخضم علم النفس التربوي وهيدا الأمور يعني ترتكزوا كتير على دراسة السيكولوجيا للسلوكيات حتى تقدروا تنموا وتطوروا بعملية التعلم والتعليم على حد سواء يعني للمعلم ولا التلميذ. مزبوط. وعم تثبت الدراسات انه كل ما طريقة التعليم عم بتكون أكثر غامرة، يعني بتكون إميرسف أكثر بالأحاسيس اللي هي حول الطالب، كل ما عم نخلق اهتمام للطالب بالمفاهيم اللي عم نعلمها بالصف. لأنه تفاعلية. لأنه تفاعلية أكثر وغير نظرية، يعني ما لنا بس نظرية بل فيها تفاعل بين الطالب وبين الأشياء اللي بيكون عم يتعلمها. لازم هالتطور يكون على أيام المنهج الخاص بدراساتنا أيام المدرسة. سعداء إنه أولادنا رح يستفيدوا من هالمنهج الجديد، ولكن نحن بالفعل دراستنا كانت إلى حد كتير كبير بالمدرسة نظرية. مزبوط. كيف الطفل بيقدر يستفيد من هذا الشيء دكتورة؟ مزبوط. رح أعطي مثل مثل التجربة الاجتماعية يلي شفناها مؤخرا بسي وورلد أبو ظبي يلي اسمها أرسم لي البحر أو درامي دا سي. هي تجربة كتير بسيطة، طلبت من أطفال أنه يرسموا البحر قبل زيارتهم لسي وورلد أبو ظبي ومن بعد زيارتهم لسي وورلد أبو ظبي، وشفنا أنه الفرق بين الرسومات فرق رهيب. قبل ما قاموا بالتجربة كان مفهومهم للبحر بسيط، سطحي، فيه مي، شط، شماسة، ولكن من بعد ما زاروا سي وورلد أبو ظبي وشافوا شو في بقاع البحر وقدروا يلمسوا سمكة القرش، قدروا يزوروا الثمان عوالم الغامرة يلي بسي وورلد أبو ظبي، فهموا أكثر
أكثر شو موجود بالبحر يلي هي تجربة ما كانوا رح يقدروا يشوفوها إذا ما قاموا بهيدي الزيارة، والفرق بين الرسومات فرق مش معقول، وبيدل على قدي عن جد الولد لما بيتفاعل مع المحيط تبعه، بيتفاعل مع البيئة يلي حواليه، بيتعلم بشكل أسرع وبشكل كمان فيه أكثر دفاعية، بيكون مبسوط هو عم يتعلم هيدا الكونسبت. نعم طبعا لا شك أنه الزيارات التفاعلية سواء أماكن الطبيعة، يعني رحلة إلى أحضان الطبيعة، زيارة المتاحف، زيارة عوالم مائية، ممكن يسرق تجربة الطفل. عم نحكي طبعا عن الطفل يلي ما عنده صعوبات تعليمية. بالنسبة للأطفال يلي عندهم صعوبات تعليمية، ممكن يمكن الضجيج اللي حولهم أو الزحمة ممكن تأثر عليهم سلبا. كيف قادرين تدمجوهم حتى يقدروا يستفيدوا من نفس التجربة التفاعلية؟ دايما الهدف لما منكون عم نشتغل مع أطفال عندها صعوبات تعلمية هو أنه نوفر لهم فرص متساوية كرمال يقدروا يتعلموا مثلهم مثل غير أولاد ما عندها صعوبات تعلمية. ونقدر أنه نقيم التحديات اللي معقول تكون واقفة بوجههم وما قادرين أنه يبرزوا نفسهم من وراها. لما أنا بقيم الولد اللي عنده صعوبات تعلمية، كتير أوقات منشوف أنه نقاط القوة هي نقاط مش بالضرورة تكون لها علاقة بالقراءة بالكتابة أو بالرياضيات، بل بيكون الولد مثلا بطريقة التركيب كتير خلاق بالموتور سكيلز أو بالقدرات الحركية تبعوله. بلاقي أنه عنده نقاط قوة نقدر نستفيد منها بأماكن برات إطار الصف التقليدي، وين بيطلب منه أنه بس يقدر يبرز نفسه أو يفرجي معرفته من خلال الطرق يلي بتكون العلاقة بالقراءة أو بالكتابة. مثلاً إذا أنا بدي أعلم، تنقول عم نتعلم عن حيوانات الصحراء مثلاً، بدل ما نعطي محاضرة عن الصحراء ونطلع على الكتب ونطلع على الصور، ليش ما بناخد الصف على رحلة على الصحراء ونقدر نفرجيهم الجمل شو بيأكل، الجمل شو بيعمل. ونفس الطريقة نحنا حاولنا أنه نقوم بهذه التجربة بي سي وورلد أبو ظبي، عن جد نفرجي دليل يلمسوا لمس اليد، تصير الأمور حسية أكثر، تصير حسية وتصير أكثر تفاعلية مع التلاميذ. حلو. بس كيف دكتورة بتتعاملوا مع يعني لكل طفل ربما عنده قدرات نفسية، عم بحكي أنا نفسيا اختلف عن غيره، كيف تتعاملوا مع الحالات المختلفة لكل طفل؟ أول شيء نحن لازم نشوف قديش هيدا الصعوبات النفسية عم بتأثر على الحياة اليومية تبع الطالب. وهيدا الشيء بيطلب أكيد التعاون مع الأهل، تعاون مع المدارس، وبدنا نقدم له الدعم النفسي اللي هو بحاجة له كرمال يكون قادر أنه يتعلم ببيئة سليمة وصحية. عادة بننسى أنه بالمدرسة عامل الصحة النفسية بيلعب دور كتير كبير بقدرة الولد على الاستيعاب، قدرته أنه يكون مركز مع المعلمة. أوقات إذا الولد قطع بتجربة صعبة بالبيت مثلا، مش لح يقدر يكون مركز 100% مع الصف وعم يسمع وعم يقدر أنه يدون المعلومات. دعم النفسي هو بالنسبة لي أساسي، لازم يكون موجود بكل المدارس، ولازم أنه دايما نراعي قبل ما نطلب من التلميذ أنه يبلش يستقبل المعلومات. طيب باختصار لابد من الحديث أو التطرق لدور الأهل، لأنه طبعا التلميذ اللي عم بمضي وقته بالمدرسة، المعلم عنده المنهج الخاص، حاصل على التطوير والتدريب يلي رح يساعد من خلاله ينمي مهارات الطفل، ولكن دور الأهل أيضا بمواكبة هالتطور. دور الأهل كتير أساسي، لازم الأهل يكونوا متعاونين مع المدرسة ومع الأخصائيين يلي برات المدرسة. وأنا هون حابة أذكر أنه الأهل عندهم كتير فرص كرمال يعززوا بولادهم اهتمامات برات إطار الصف. هون الأهل بنصحهم أكيد يرافقوا أولادهم على تجارب مثل مدينة ترفيهية تبعت سي وورلد أبو ظبي بياس آيلاند أو غير أماكن ميوزيمز. حاولوا قد ما فيكم أنه الظهرات بالويك أند أو بالعطل الصيفية تكون كمان ظهرات ثقافية ومش بس ترفيهية يلي موجود كتير حوالينا بالإمارات. طبعا بإمارة دبي واحدة في العديد من الوجهات الترفيهية والتثقيفية بالوقت نفسه يلي ممكن تكون خير مساهمة باللي عم تقترحيه حضرتك على الأهل وأطفالهم. من أجمل لحظات حياتي كانت بالمدرسة، وما نطلع رحلة
ميدانية ومدرسية. حاب أشكرك كل الشكر الدكتورة راما كنج، باحثة وأخصائية علم نفس تربوي للأطفال. شكرا للاستضافة. شكرا.